وهو اليوم أسيرا عند ظالم قام فيه
يا علي غضب الله لو على أعلى جبل الأرض ضيباته قام فيه واحد لا يتوانى ذاك الظلام ماته يا عتريه غضب الله لو على أعلى جبل الأرض ضيباته حرستهم والبقوين حسبوا ينفع مع الأوحماته أنزلوهم حفر اللام يتبقى منهم الرقاته حرستهم والبقوين حسبوا ينفع مع الأوحماته أنزلوهم حفر اللام يتبقى منهم إلا الرفات يتبقى منهم إلا الرفات من يعادهم حين قادوا وانت أخذهم بالكوم سلائم إن هنا لو ثم قالوا إن يكون من الذي إلى الرفات وعادوا حين قادوا لم تؤاخذهم بنومة